بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. محاضرة اليوم حتكون المحاضرة رقم 7، راح تكون عن نظرية ثيفنن. هذه نظرية هامة لأنها تبسط وتختصر أي دائرة كهربائية مهما كانت معقدة إلى دائرة مبسطة وتسمى بمكافئ ثيفنن. هذه الدائرة تتكون من مصدر جهد في ثيفنن متصل على التوالي مع مقاومة مكافئة الآر ثيفنن كما هو موضح في الشكل. راح ناخذ مثال ونطبقه عليه الكلام هذا، بحيث في الأخير نصل للصورة هذه اللي هي شنو، اللي هي العنصر المراد إيجاد التيار فيه. هنا يعطي مثال متصل على توالي مع آر ثيفنن وتصبح دائرة بسيطة، ويمكن إيجاد التيار اللي هو الآي، هذا المار. وين هذا الآي؟ المار في العنصر آر اللي هو، وذلك باستخدام العلاقة هذه. راح نبسطه بحيث إن نحن نوصل للصورة الأخيرة اللي هو شنو، الآي عند الآر. راح ناخذ عليها مثال، بس مثال عندنا المثال ظاهر، عندنا مصدر جهد 15، عندنا ار 1 20، ار 2 30، ار 3 13، وعندنا الار ال اللي هي 15. اول شيء نديروه راح نجيبه مصدر جهد هنا، مقاومات الأولى الثانية. أول شيء مش حنجيب مصدر جهد هنا، الخطوة الأولى راح شو ندير، نحن نلغو مصدر الجهد ونلغو هذه الـ RL، نلغوها ونخلو مكانها اللي هو مقياس المالتيميتر. أول شيء راح نجيب المقاومات، خل نرتبوا الرسمة بتاعتنا هذه، تدوير هنا، هذه الرسمة الأولى نلغو فيها كما قلنا مصدر الجهد، والمقاومة راح نلغوها نضيف مكانها جهاز المالتيميتر بحيث نجيب منه الـ R ثيفنن. راح يكون الموجب هنا والسالب نوصله بالطريقة هذه. الموجب راح يكون هنا والسالب راح يكون هنا. ار واحد عشرين اوم، ما هي ثلاثين اوم، ار اثنين، ار ثلاثة، ثلاثة قيمتها 13 اوم، 13 اوم. اوكي تمام. هنا نختار مقاومة بحيث ان احنا نجيبه الار ثيفنن، الار ثيفنن عن طريق المالتيميتر، نختار أيقونة الأوم بحيث نجيبه الآر ثيفنن. هنا لما نشغله الجهاز راح يعطينا 25 أوم، هذا الآر ثيفنن 25. هذه الخطوة الأولى.
الخطوة الثانية راح نرجع مصدر الجهد. هنا نلغي جهاز ملتيميتر، هنحطه هنا نرجعه مصدر الجهد. نرتبه التجربة، نوصله الموجب هنا السالب هنا السالب، موجب هنا والسالب هنا. هنا هي غيره في الأيقونة بحيث احنا من بنجيبه هنا بنجيبه ال V ثفنن، جبنا ال R ثفنن في الأولى، في الثاني نجيبه شنو ال V ثفنن عن طريق تغيير الأيقونة من هنا لل V. بحيث انه يعطينا من لما شغل الجهاز يعطينا الفي سفنن اللي هن الفي سفنن طلعت 9، الفي سفنن طلعت 9 فولت، الفي سفنن 9 فولت. هذه الخطوة الثانية، جبنا الار سفنن 25 او، وجبنا الفي سفنن بسطنا المعادلة ردينا مصدر الجهد وجبنا الفي سفن اللي هي 9 فولت. توا حنجيبه اللي هو نطبقه في القانون البدري اللي قلنا عليه، قانون اللي قلنا عليه البدري، القانون هذا راح نطبقه فيه. راح نجيبه الفي ثفنن كم طلعت لنا هنا مصدرنا، ونجيبو الار ثفنن كم طلعت لنا، هذا قانون كيف نطبقه فيه. روتيت ونجيبو ردو اللي هي من بدري كنا نتكلم عليها اللي هي الار ثفنن، يعني عندها هنا بنجيبو الاين هنا هذه نسخ، نجو هنا نديرو لها نسخ نوصلو توصيلنا، هذا الأول الثاني الثالث. وهنا شنو نديرو؟ هنا القيمة طلعتنا في صفر 9 فولت، هنا نجيو ندير شنو اللي هو الفي في سفنن، هذه الفي سفنن تمام، هذه الفي سفنن 9، هنا نجي كم 25 اللي هي من هي اللي هي الار سفن تمام. الخطوة هذه 25، هن عندنا V سفن وعندنا من الار سفن وعندنا
اللي هي الار ال اللي بنشوفه عندها من الاي تيار اللي مار عندها، تيار اللي عندها. هنا ايش نستخدمه؟ نستخدمه جهاز الاميتر، بحيث ان نحن نطلع من نطلع الاي نوصله جهاز الاميتر هنا بكل بساطة، نشغله المفتاح يعطينا اللي هو 225 ملي امبير، 225 ملي امبير. هذا الاي هذا القانون اللي تو قلنا نطبقه فيه، هذا هو القانون هذا بصورة مبسطة، يعني نبسط التجربة إلى كم خطوة؟ إلى ثلاث خطوات. الخطوة الأولى نلغو فيها مصدر الجهد ونحطه مالتيميتر هنا وناخذ الآر ثفنن. الخطوة الثانية نرجع مصدر الجهد ونطلع الفي ثفنن. الخطوة الثالثة نطبقه في القانون بالصورة هذه، الفي ثفنن آر ثفنن. في الأخير يعطينا من نطبقه، نحطه الآر ال اللي هي نبناه في الآي اللي عندها، هذا الآي اللي عندها راح يعطينا الرقم هذا اللي هو 225 ملي أمبير. هذا هو باختصار أو ببساطة قانون أو نظرية سكن. فكنكون كملنا التجربة.